إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. اليوم موقع جديد لتعليم 3 عملات إلكترونية البيتكوين والليتكوين والدوكوين. طريقة التسجيل سهلة جدا، تختار العملة مثلا بيتكوين، تضع هنا عنوان محفظة وتضغط على ستارت ماينينج. الموقع يعطيك خطة مجانية، ها هي الخطة المجانية. وإذا أردت زيادة الأرباح قم باستثمار وشراء الخطط. لديه 4 خطط أيضا، هذه قيمتها 500,000 أو 50,000 ساتوشي، أو قيمتها 50,000 ساتوشي في اليوم، 5% لمدة 30 يوم، ولكن لم نرى قيمتها. لم يضع القيمة هنا. كما قلت لكم إخوتي، نعود كيفية التسجيل. نضع هنا عنوان محفظة البيتكوين هكذا. إذا اخترنا البيتكوين نضغط على إخوتي، سأختار إخوتي، أنا أحب عملة الدوكوين، سأختار الدوكوين. نضع هنا العنوان، هكذا، ثم نضغط على Start Mining. انظر، بدأ بالتعدين مباشرة للسحب من هنا. نضغط على Withdraw. الحد الأدنى للسحب هو 50 دوكوين. إذا أردتم تغيير العملة التي تريدون التعدين عليها، نرجع إلى أو نضغط على لوج أوت. نضغط على لوج أوت ثم نختار العملة التي نريد التعدين عليها مرة أخرى بالنسبة للإحالة. ثمانية في المئة أظن، لا هي الخطة المجانية. إخوتي هذا ما لدي في هذا الموقع. الموقع لديه خطة مجانية، وإذا أردتم استثمار استثمروا في الموقع. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.